موضوع تاني، الكابتن خالد الغندور ما بيستناش اي فرصه يكون فيها مدير فني اهلاوي او منتمي للنادي الاهلي او لاعب سابق في النادي الاهلي وهيواجه النادي الاهلي الا لما يبدا يشكك. الغريب هو بيبدا يشكك، بيقول النهارده ان هو عمره ما اتكلم عن فكره التفويت. عملنا حلقات قبل كده وجبنا الكابتن مختار ونتائجه مع النادي الاهلي ونتائج فرق اخرى في موازاه مع نتائج مختار مع النادي الاهلي، وبرده كان السبب في الكلام عنه الكابتن خالد الغندور. بيتكلم عن كابتن عماد النحاس وان دايما من وجهه نظره ان المدير الفني الاهلاوي لما بيواجه النادي الاهلي بيفتح خطوطه. طب جه الكابتن عماد النحاس ما فتحش الخطوط، يعني احمد سامي سموحه فتح الخطوط على حد تعبيرهم فاتغلبوا برغم ان هو فايز علينا 2-1 في الدور الاول. طيب جه الكابتن عماد النحاس عمل اللي انتوا عايزينه وزياده، قفل الخطوط تماما، خلاص ركن الباص ورا وخلاص بيلعب على فكره ان هو يجيب نقطه. يطلع خالد الغندور يقول لك ولا هجمه للمقاولين العرب طوال المباراه. يعني انت لا عاجبك فكره ان لاعب او مدرب يفتح خطوطه او يلعب كره قدم مفتوحه، ولا عاجبك مدرب ان هو يلعب تقفيل الخطوط تماما ويلعب مفيش الهجمه المرتده في حاله المتاح ليه. وبالمناسبه في هجمات لفريق المقاولين العرب، الشوط الاول فيه 3 محاولات للمقاولين العرب على مرمى النادي الاهلي. لكن هي القصه ايه؟ انا لازم اشكك، انا لازم اتهم، انا لازم اتكلم عن المديرين الفنيين الاهلاويه ظنا مني ان ممكن المدير الفني الاهلاوي يكون زي مديرين فنيين اخرين. طب ايه هي نتائج عماد النحاس يا فارس مع النادي الاهلي؟ هو قبل ما نروح لنتائج كابتن عماد النحاس، هو كل مره خالد الغندور بيحاول يلعب جيم يعتقد ان هو هيحقق نتائجه منه، وفي كل مره بيفشل وهيفضل كل مره بيفشل. وانا ما اعرفش هل المقاولين تاثر بالكلام فلعب بشكل مغاير تماما لفلسفه كابتن عماد النحاس، ولكن في رايي كويس النادي الاهلي استفاد. زي ما في قضايا تانية برضو بيسخن اللاعبين في اتجاهات هنفضل نستفيد منها، لان مفيش حيثية أو ذكاء للشخص اللي بيتكلم كابتن عماد النحاس. أنت هتربط النتائج بمفهوم، هنطبق المفهوم على حاجات تانية. لو أنت شايف المفهوم ده تفويت طبقه على الكل، لو مش شايفه تفويت ما تطبقوش على الكل، لأن احنا شايفين إن محدش بيفوت. كابتن عماد النحاس واجه النادي الأهلي في 12 مباراة. أنت شايف أنا في 12 مباراة هزيمة 10، تعادل مباراة، فوز 1. ده كابتن عماد النحاس امام النادي الاهلي. انت بتستدل ده على ايه؟ ده النادي الاهلي. بتشوف ان الرقم ده غريب؟ هنعرفك انه مش غريب كمان شويه. بص، هي المشكله فعلا ان البعض بيتوسم في انديه اخرى في وسط الجدول ليها كل تقدير واحترام اللي هم مش قادرين اساسا يعملوه مع النادي الاهلي. يعني انت قبل ما تيجي تلوم مدير فني بيقود فريق في وسط الجدول ونتائجه امام النادي الاهلي، طب ما تشوف نتائج الزمالك نفسها امام الاهلي. لكن انت خدت النتائج معيار، فحابين نقول لك ان برضو الكابتن عبد الحميد بسيوني مدير فني طلائع الجيش، لاعب سابق في النادي الزمالك والاسماعيلي، واجه النادي الزمالك 10 مواجهات، ال10 مواجهات انتهوا بالخساره. هل هنا نقدر نطلع نقول الكلام اللي انت بتقوله عن المدير الفنيين للنادي الاهلي؟ اطلاقا، لان في النهايه احنا هنا بيكون في منطق للاشياء، واي حاجه تخص شيء زي ده او عدم الاجتهاد في المباريات ما بناخدوش غير من تصريحات موثقه من ناس شاهدين على العصر. اما اللي نقدر نقوله في واقعه الكابتن عبد الحميد بسيوني والعشر مباريات اللي انتهوا بهزائم، لان الكابتن عبد الحميد بسيوني بيواجه نادي الزمالك، وبالتاكيد نادي الزمالك بيمتلك من الامكانيات والقدرات اللي تؤهله للفوز على فريق يقوده الكابتن عبد الحميد بسيوني مع احترامنا الكامل ليه. ولكن لو معيار النتائج فديك شايف معيار النتائج على الاقل الكابتن عماد النحاس قدر يحقق فوز على النادي الاهلي. وانا احيانا يا اسامه كنت بشوف النتائج دي غريبه، ان يعني ما فيش مره قدره على تحقيق الفوز فانت محتاج تغير تكتيكاتك. ولكن الفكره ان انت وصف بعض كمان القنوات، هنا مش بقف عند خالد الغندور بس، وصف بعض القنوات لكابتن عماد النحاس بالتواطؤ اعتقد بقى لازم وقفه، وكابتن عماد النحاس مطالب انه يتحرك قانونيا تجاه هؤلاء الاشخاص اللي تعودوا الاساءه للجميع. ولكن طيب كابتن عماد النحاس دي مبارياته. طيب تعالوا نشوف اخر 12 مباراه بين الاهلي والزمالك، هل الفرق كبير؟ نادي الزمالك بكل اللي بيصرفه بلاعبيه، بان ده القطب الثاني على حد وصفكم، 7 فوز للاهلي،
3 تعادل 2 هزيمة. أعتقد ما فرقش عن كابتن عماد النحاس كتير، هو مش تفويت بس دي حدودك مع النادي الأهلي، حدودك الفنية مع النادي الأهلي. النادي الأهلي في حتة مختلفة فنيا ورقميا، ويمكن ده مش في أحسن فتراتنا وفي أحسن حالاتنا، لأن أحيانا بتبقى النتائج دي أقصى كمان بكتير. أنت بتقول هو مش تفويت، بس أنا عايز أقول هو لو تفويت عند عماد النحاس يبقى نادي الزمالك أكتر فريق فوت للنادي الأهلي، لو هو ده المصطلح اللي أنت شايفه من خلال النتائج، لأن التفوق اللي حصل آخر 12 مباراة حصل في فترات أخرى، وتحديدا من 4/11/2004 وحتى 14/مارس/2018 بنفس أرقام كابتن عماد النحاس. 12 مباراة قدر النادي الأهلي يحقق الفوز في 10 مباريات، قدر نادي الزمالك يفوز مرة واحدة ويتعادل مرة واحدة. دي أرقام الكابتن عماد النحاس بالظبط مع فريق المقاولين، وال 12 مباراة اللي من 2004 ل 2008 أرقام مدربين كتير مروا على نادي الزمالك كانت العاقبة دايما أو دايما صخرة أحلامهم أو جواب إقالتهم بيكون بيد فريق النادي الأهلي تحت قيادة مانو جوزيه. أسامة أنت ما حبيتش تفكر بحاجة، بس أنا لازم نفكر بيها، معلش أنت كنت رحيم شوية. حتى المباراة اللي ضمن ال 12 دي كان الأهلي حسم الدوري وبيلعب بالبدلاء، وقدر نادي الزمالك يكسب في مباراة كانت بالنسبة للنادي الأهلي ترفيهية، يمكن حتى ده ما تحققش الكابتن عماد النحاس إن ياخد فرصة زي دي، فيمكن أنت كان عندك فرصة إن يديك فوز، ما قدرش كابتن عماد النحاس ياخد نفس الفرصة. صدقني هو ده أقصى قدرتك قدام النادي الأهلي مهما حاولت تهرب من ده. فاللي بتقيسه على أي حد قيسه على نفسك الأول. نطلع لفاصل والحلقة لن تقل سخونتها، بنوعدكم بده بعد الفاصل، منتظرينكم.